بيج وود ميك البوابة الثانية عشر، اكتملت جميع الأسماء في البوابات. إذا سيداتي أنساتي وسادتي، تتابعون سادس أشواط هذه الأمسية هنا على مسافة 1400 متر، سباق توازن من 70 فأدنى لعمر 3 سنوات، فأكثر مستورد الصدارة تأتينا مبكرا متابعينا الكرام. هنا ماي هاب الذي يتصدر في صدارة هذا الشوط بنيو أبروش لآي أم آر ريسينج. عبد العزيز الرميحي في الإشراف، كارلوس إنريكي في القيادة، وفي ثاني المراكز الحضور القادم روزفلتس جريت للملاح سندقيت عبد الجليل الملاح وعبد الرحيم جاسم في القياده من الجهه الداخليه. الحضور دوكونو شعر المحمديه ريسنج انس السيابي وعباس الموالي في الاشراف والتدريب. الحضور من الجهه الخارجيه للابرار، الابرار الحضور الكبير للابرار للصير في سندقيت متابعينا الكرام. وفي رابع المراكز الحضور والدخول لرقم 9 التواجد مبتدا. اذا متابعينا الكرام الاسماء في الخط مستقيم لمن الانتصار. هنا أتابع أنس السيابي بدأ يتقدم مع دوكونو، وكذلك الحضور من ماي هاب، ماي هاب، ماي هاب من الجهة الداخلية، والعفو ريسنج روزا ميستيكا، روزا ميستيكا الحضور الكبير، روزا ميستيكا والقادم كذلك من المنتصف الحضور الكبير. بيج وود ميك، بيج وود ميك، بيج موك ويك، نعم بيج وود ميك هو الخطير، هو الكبير متابعين الكرام. أم مبتدأ، 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 مبتدأ لمع عباس محمد عن عنان متابعين الكرام، وكذلك طلال العلوي في الإشراف والتدريب وقيادة عبد الله فيصل متابعين الكرام. مشاهدين الأعزاء هنا مبتدأ ابن محرر الذي سجل الانتصار وذهب بالصدارة المميزة والقيادة الموفقة من عبد الله فيصل متابعين الكرام. مشاهدين الأعزاء مبتدأ وبشعار لمع عباس محمد عنان عبد الله فيصل الذي سيطر سيطرة جميلة وسيطرة رائعة متابعينا الكرام. هنا نتابع زميلي توفيق. بالتاكيد نتكلم عن هذا الانتصار، ويسعدنا ان ينضم معنا الفارس عبد الفيصل. مبارك لك هذا القياده والانتصار في هذا الشوط. الله يبارك في حياتك. الحمد لله. الحصان العام فزت عليه في نفس المسافه، واليوم رديت فزت عليه. قبل الشوط كان عندي امل على الحصان، بس مشكله هالحصان كان شويه متذبذب، يعني نتائجه كانت متذبذبه. اعتقد في شغله يعني عرف لها المدرب وغيرها، وهذه السبب اللي خلاه يفوز اليوم يعني بكل أريحية. نعم، الانتصار في الأمتار الأخيرة بهذه الأريحية مثل ما ذكرت، إلى ما تدل بالنسبة لك؟ تدل أن الحصان حصان هيز إن جود كواليتي، يعني الحصان يعني من نسل الفحل المحرر، حصان يعني البريد ماله طيب، ولكن في شغلات أتوقع مثل ما ذكرتها، يعني أن الحصان كان شوي يتأخر فيها في السباقات. هالمرة تغلبنا عليها ومن كذي يعني اليوم فاز بكل أريحية. ألف مبروك عبد الله. الله يبارك فيك. شكرا لك. إذا مشاهدينا مثل ما تابعنا هذا الانتصار مع القيادة المميزة مع عبد الله فيصل في هذا الشوط، نعود لك توفيق لمزيد من التحليل الفني فيما يخص هذا السباق. تفضل.